احنا من جديد في فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم. نحكيو على ايمن تومي لاعب المنتخب الوطني التونسي. نحكيو معاه ايمن موجود في فرنسا حاليا. نحكيو معاه الانتقال للفريق موناكو في فرنسا, كذلك رايه في القائمة تاع المنتخب التونسي, وكذلك اكيد البوليميك اللي صايره منذ ايام. ايمن متقلق شويه اكيد, شبه اختلاط اسماء ومع شخص اخر يحرق في القران وحاجات كما هكا. تو ناخذ التفاصيل ويفسر لنا ايمن بعد شويه شنو هي الحكايه. لكن هات رحبوا بك استاذ ايمن تومي. مرحبا. مرحبا بك سليم. مرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. مرحبا خويا. دونك ايمن حطينا اخبارك, شنو هي شنو حوالك تو فرنسا, شنو هي الامور؟ والله الحمد لله سليم. كما تعرفوا برشا عباد يعني يتذكروا كيفاش تضرب في ليكيب ناسيونال كوب دافريك. كوب دافريك الحقيقه عامين قعدت ما لعبتش خاطر الضربه جاتني بون اش نقولوا يعني روبتور توندون داشيل, ضربه نقولوا خايبه شويه. مي الحمد لله رجعت لاباس, تو فا بيان الحمد لله. رجعت كاول ايمن ولا مازلت شوي؟ بون نعرف واقفه تو, واقف تو لكل شيء. رجعت نلعب لاباس, تو فا بيان الحمد لله. شو تحس في روحك معناتها بدنيا؟ سافا الضربه ما عادش مقلقتك؟ لا سافا سافا الحمد لله. اونفان كما نقولوا واحد صبر وخدم على روحه بوندون دو زون الحمد لله رجعت ساقي سافا تو فا بيان. ميزاني مريقل دونك ما فما حتى شيء يخوف. سافا رجعت كومبيتيتيف. باهي حكينا شويه على الانضمام لموناكو. ظهر لي فريق ايمن عودتنا تلعب في ليكيبات الكبار في موناكو, ظهر لي حاولت تعاود من جديد هكا, حبيت وترجع فورما شويه بشويه في القسم الثالث كما اشغلت ليكيب. فوالا فوالا تاتو كومبخي. كيما نعرفوا يعني يعني جوار قعد برشا بعيد على الميادين بوندون دو زون الحقيقة. يعني جي دي زوفر من ديفيزيون الاولى والثانيه, مي جي في لو شوا مش نرجع بتيت ابتي. الحقيقه كلموني يعني مسؤولين تاع موناكو اللي راني فيها المنتخب, مدرب تونسي يعني ماهر الدالي. حكاوا لي على البروجي والحقيقه كي خممت اني والاجون تاعي يعني ساعدني نرجع بشويه بشويه خير من نرجع للديفيزيون الاولى ولا الثانيه. نتصور عامين بدن لازم وقت مش يرجع. دونك جو في لو شوا. موناكو فريق يعني سي فري ماشي يلعب في الديفيزيون الاولى ولا الثانيه, مي بتي تابتي رجع الفورما نتاعي بوندون ان اون. وابري تو يعني ماهيش نهايه العالم. يعني عندي باغ اكزومبل اكزومبل تاع ماتيو كريبي يلعب معايا في موناكو. الحقيقه تضرب زاد على كتفه وقعد دوزون ما لعبش, هبط لعب في ليكيب الثانيه نتاع مونبلييه. ويعني صبروا عليه, خدم على روحه, عطيوه ثقه, ومن بعد رجع في ليكيب الاولى ورجع المنتخب الفرنسي. وتوا شفتوه يعني يكاو في البي جي. دونك فوالا حكايه عقليه مش كيما التوانسه كيفاش يخموا كيما جماعه الاوروب. سي نورمال يعني النيفو نتاعي ماهوش تاع ديفيزيون يعني سادسه ولا رابعه, مي من البدن مش يرجع. لازمو برشا وقت الحقيقه. عوايم نتصور واحد يسوي لونس تبدي ان شاء الله. كنت لازم تكون موجود في قائمه المنتخب دائماً ولا مازلت تامن مازلت ماكش حاضر كوم الفو معناها؟ والله الحقيقه كما حكيت لك على العقليه, المنتخب الفرنسي يعني صبر على ماتيو غريبي وبعد ما خدم عطيوه الفرصه عطيوه الكونفيونس يروحوا. دونك يعني الحقيقه تضربت في المنتخب كما تعرف الظروف كانت خايبه برشا في الجابون. يعني تضربت على خاطر تونس. بون بيتيتر الحاجه هي لما حاله الحاجه الوحيده اللي نجم نعيبها ولا لوبروش على الاطار الفني نتاع المنتخب سكو ما شافونيش ما عيطوليش ما شافوش اسكو النيفو نتاعي مازال كيما قبل ولا مش نجموا يحكموا. فهمت؟ سينو نحترم الشوا اللي عملوا وان شاء الله يعني يعملوا حاجه باهيه في الكوب دي موند. ما كلمك حد معناها ايمن؟ ما كلمك حد معناها ايمن؟ متقلق ما كلمك حد سيو ستاف ولا من الفيدراسيون هكا؟ والله ايش نقول لك يعني راهو الحمد لله يا ربي يعني الكاريير نتاعي ورايا مانيش في اليوم نحكي على روحي. كانوا نجموا يعني يتصلوا بيا. بون حكيت مع عمر الخضير الحقيقه قال لي اسكو يعني سافا شنو نحس في روحي, قلت له سافا جو سوي كومبيتيتيف رجعت نلعب وكاو. ومن بعد ابخي تو سي سافاس دي شوا. فهمت؟ هما عملوا لي شوا نتاعهم ماني نحترم ما يقلقنيش. بون بتيتر قلت لك حاجه وحيده تضرب مع ليكيب ناسيونال كانوا نجموا يزيدوا يقفوا معايا مش
مش ان كود بوس يعني فهمت. ومن بعد اذا كان ما النيفو نتاعي شافوه ما نجمش نكون مع المجموعه ما يقلقنيش. مي مش مشكل انا اذا نيجي نقول لك ديما نقعد بوزيتيف راهو ديما نخمم بوزيتيف نغزر القدام. 30 سنه مازلت نشوف في روحي صغير مازلت نجم نعطي والنيفو نتاعي نعرف روحي اللي نجم نرجع ان شاء الله للديفيزيون الاولى وبقدرة ربي ان شاء الله تشوف وين من تومي في كيبات كبيره. وحاجه تخز امبورتونت راهو لازم العباد تعرف اللي كان ما تضربتش مع يعني في ليكيب ناسيونال كنت تنجم تشوف وين من تومي في 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 برشلونه ولا في كيب في احسن كيب في العالم. مي بون هذاك اش قدر ربي مازال الوقت قدامك خويا نجم نشوفوك حتى في المستقبل في احسن ليكيبات. اي بالتوفيق ان شاء الله. لاباس لاباس انا نقول لك راني توا في موناكو يعني الحقيقه ايكيب يعني تحب تطلع. انا عامل جو جوغيس بوزيتيف المسؤولين الحقيقه قدروني يعني سون كونتون. بلاصه مزيانه زادة يعني ايمن التوم يلعب معاهم بلاصه مزيانه زادة بلاصه مزيانه بالحقيقه سود تاع فرنسا بي. الحمد لله لعبت كل تحبني وتقدرني وهذاك شنو اللوج راهو يعني واحد يبدا مرتاح سي بلوز امبورتون. باهي ايمن اعطيني رايك في القائمه نتاع المنتخب شنو رايك في الاتجاه الجديد نتاع التوجه نتاع سامي السعيدي تشبيب المنتخب تجديد الملاعبيه شنو رايك في التوجه هذا؟ والله اجي نقول لك سليماني الحقيقه بعد يعني عندي بريود بعيده على اجواء المنتخب الاكثريه يعني جوارات مع كل احتراماتي لهم الحقيقه ما نعرفهمش وليدات صغار. بون لازم يعني لازم وقت مش نحكموا عليهم ما نجموش نحكموا عليهم في تفي دونك سي ان تيست الشامبيون دي موند هذه نجموا نشوفوا يعني شنو يعملوا في لي ماتش وان شاء الله ربي معاهم. احنا شنو نقولوا ديما نشجعوا الانترنور التونسي اني مع يعني مدرب يكون تونسي والستاف تكنيك ان شاء الله بقدره ربي يخدموا على رواحهم خليوا سامي السعيدي يخدم على روحه ومن بعد نجموا يعني نجم نشوفوا شنو هو اللي مشاش شنو اللي ما مشاش وفوالا مش يعني لعبه الكل تبدا تنبر لعبه الكل تفهم في الهوند في تونس خليه يعني العباد اللي مؤهله مش نجم يعني مش تنبر يعني تقيم المردود ومازال بكري يعني مازال كي شد ليكيب ناسيونال تو سامي السعيدي مش نبداو نبروا عليه مش مشكل هو الا في سي شوا يفو لي ريسبكتي سي فري تقول لي بوغان مي كارو عيط له ولا كمل العلويني هذوما يعني جوارات عطيت للمنتخب مي هو عنده فيلوزوفي اخرى اون فيرا احنا نمشيو معاه ديما بالكلمه الطيبه اون غيست بوزيتيف هذا كل يعني مصلحه المنتخب الاسماء ما تجيش قدام انت شنو رايك ايمن انت شنو رايك سورتو في البوليميك اللي صارت على اسامه البوغان والله اجي نقول لك راه اسامه البوغان مش راني باش نقول راه اسامه راني بالنسبه لي يعني اسامه احسن من احسن ليزيلي اللي خلقتهم تونس في الهون سي فري عنده بلاصه بون يحكيو على غسان تومي الحقيقه اللي ما نعرفوش دونك ما نجمش نحكم الا في سي شوا سامي ما بتنجمش تجي تقول له عيط له بالسيف هو عنده حاجه في مخه ينجم يراها دونك اون فافواغ ومن بعد بيان سور يتحمل مسؤوليه اللي شوا اللي باش يعملها وكهو دونك ساعة باش نقعدوا ننبروا وندخلوا يعني الجو العام ندخلوه في فهمت احنا نقفوا معاهم وراهم وان شاء الله ان شاء الله يعملوا بريستاسيون باهيه والبلوز امبورتون كيما قلت لك الاسامي راهو تمشي وتجي راهو ديما تقعد رايه المنتخب هي الحاجه الاولى ان شاء الله. باهي ايمن خلينا نحكيو شويه على الموضوع هذا اللي متقلق شويه الايامات فما برشا ميساجات قاعدين توصل فيك نتاع سبان حاجات كيما هكا تشابه اسماء مع شخص واحد اخر ظهر اللي حرق القران ولا حاجه كيما هكا فسبان لنا شويه الحكايه ايمن خلينا نوضحوها للعباد باش على الاقل ينقصوا الحكايه الميساجات هذه. سيفري هي ماشي اول مره راهو تصير غيف سبحان الله. الحكايه ما فيها فما واحد اسمه ايمن تومي زاد كيس كيف في اسبانيا ولا وين قاعد يعني يسب في الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يحرق القران حاصلوا نامبورت كوا والعباد مالوغوزمون في تونس يعني اول اسم يكتبوه ايمن تومي نخرج له ماني يعني كلام الحقيقه ما يتقالش يسبوا لي في امي في بابا كيف كيف يهدوا فيها بالقتل بون شو نقول نقولوا كان ربي يهدي انا نطلب منهم جوست يثبتوا في شكون ايمن تومي اللي عمل الحاجه هذه وكهو دونك تقلقت الحقيقه العائله نتاعي تقلقوا وان شاء الله العباد تفهم مش نقول لك فسرت على الصفحه نتاعي في كسوا في الفيسبوك ولا في الانستغرام وان شاء الله العباد يعني يفهموا الميساج اللي وصلته لهم راهو مانيش انا تو سامبلومون ظهري من الاول خذيتها انت بفادلك شويه بعد ظهري طولت الحكايه تقلقت والله ايش نقول لك انا يعني معروف ديما فادلك ونحب الجو مي كي يوصلوا لك مساجات كما نكا واحد يعني يقعد يخمم شويه يقول شنو الحكايه هذه فهمت
دونك فوالا جاوني برشا مساجات وان شاء الله ان شاء الله ما عادش يجوني مساجات من هكا جوست يثبتوا شكون السيد هذا وديجا يعني ما موجود البروفيل نتاعو ولا ما عادش شنو تصاوروا دونك جوست يثبتوا قبل ما يغلطوا في العباد فوالا وابري تو ان شاء الله ان شاء الله جاي خير كسوا في الكوره ولا في السياسه ولا في كل شيء في تونس ان شاء الله ربي بعد علينا هالوباء نتاع الكوفيد 19 كاو شنو نحبوا احنا نحبوا كل البلاد تكون لاباس والكيب ناسيونال ان شاء الله ترجع كما قبل وما يخيها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله سينون خليك عاش كان تحب تضيف حاجه في الاخر ايم بون اخر حاجه ميرسي بوكو كسلتوا عليا اخر حاجه باش نحكي فيها في الهوند راهو يفو ساتوندر يعني فما جينيراسيون تاع مصر قويه برشا فما يعني عبيد قاعده تخدم اكثر منا الحقيقه يعني نتصور سامي السعيد يعني ما عندوش كل شيء سهل يعني سيتو في البريود هذه دونك نصبروا على الاولاد وليدات صغار ان شاء الله نشوفوا وجه طيب وان شاء الله ربي معلك نفسنا وقتاش ترجعوا اي من ظهري واقفه الدنيا غادي عندكم فرنسا والله واقفه الحقيقه واقفه بون بور لو مومون ترجع بعد الشامبيون دي موند شكا وانا قاعد نخدم على رواحنا كل واحد يخدم من شيرته وان شاء الله جاي خير كيما في تونس معناها كيما في تونس ولو انه فما امكانيه حتى غادي تتاجل الشامبيونات دو موند مازال مش اوفيسيال لكن فما امكانيه وارده جدا يعطيك الصحه شكرا لك ايمن التومي يعطيك السلامه ميرسي بوكو دونك كان هذا معنا ايمن التومي يحكي على عديد المواضيع في الحصه نتاعنا اليوم كان حكي على المنتخب الوطني التونسي تجربته الجديده في موناكو في فرنسا حكي على قائمه سامي السعيدي واستبعاد البغالمي التوجه الجديد نتاع منتخب في التشبيب وحكي ايضا على مشكله نتاع تشابه الاسماء بينه وبين شخص اخر عملت له برشا مشاكل وصلوا برشا مساجات نتاع سبان وتهديد كان وضحها اكيد ايمن التومي اكيد كانوا معنا كما تبعتوا في الحصه نتاع اليوم حكينا عديد المواضيع البدايه كانت بنادي صفاقسي مراسلنا الفاضل ابو جناح كان حكي على عديد المواضيع تهم الشان في السي اس اس بس بالنسبه لمدرب فوزي بن زرتي مستحقات الملاعبيه عديد المواضيع الاخرى كان حكي عليهم فوزي او فاضل ابو جناح كان معنا ايضا حارس المنتخب الوطني التونسي معز حسن نحكي على انتقاله لنادي بريست الفرنسي كما كان معنا محمد الكوكي مدرب نجم متلوي مدرب الطائي السعودي حاليا حكي على عمليه انتقاله من الطائي من المتلوي للطائي السعودي والكلام اللي قال في المتلوي والغضب نتاعهم على ما اعتبروه بين ظفرين خيانه للفريق محمد الكوكي كان اكد انه ما فماش منه هذا الكل وكان باتفاق بين المسؤولين نتاع الزوج جمعيات وحكينا ايضا هونت مع ايمن حماد اللي حكى على انتقاله للامارات الصفقه كانت مهدده بالفشل لكن ايمن اكد انه باش يمضي للملعب التونسي في الايام القادمه باش يمشي للامارات اكيد هذه فورمول لقاوها مع الجامعه التونسيه باش ما تطيحش الصفقه في الماء هذا الكل تلقاوه على الباج نتاع اكسبريس اف ام والاكسبريس سبورت عادوا تتفرجوا في ليزيكستري الكل نتاع التدخلات اذا كان فاتتكم حاجه شكرا فدوى دريدي في الاعداد شكرا منال سيسي في الاخراج شكرا ادم المدب اللي امن لكم الفيديو على الباج نتاع اكسبريس اف ام سبورت والى اكسبريس اف ام نتقابلوا ان شاء الله هذا السبت في زون ميكس المطافه حتى الخمسه غدوه يجيكم انيس